صباح الخير على اخوتي في كنيسه القسيس. انا امبارح القسيس صار قلت له بشوف لي الحل كده، انا اذا كنت كده نروح نصلي مع اخواتي في رمسيس. قال لي طب استنى نشوف الموضوع ده. فتقريبا قال اتكلم القس كريتون واتصل بيا قال لي مفيش معنى رسمي. انا دايما يسوع علمني ولازم احنا نفهم كده، نحترم قيادات الكنيسه. اذا ما كانش في احترام زي ما سمعنا في الدرس النهارده، اذا ما كانش في احترام اسمحوا لي يبقى وضعنا مش كويس. ولا ايه رايك؟ ها مش كده ولا ايه؟ صح. بس فهو حتى اتصل بيا بالتليفون قال لي ما فيش مانع نصلي مع بعض في الصبح. كمان اشكر يسوع اولا انه بيمد في عمري، مش عارف لغايه امتى ما اعرفش. اخو عطيه هاي مالك كده صحصح. انا ما خدتش الدرس، ان انا مبسوط بالقيادات الحلوه اللي بسمعها النهارده لك اسحاق. يعني انا شايف كده ربنا يبارك لسيس انور واخواتي هنا، يعني بيدفع ناس للقيادات. اتمنى كل كنيسه يكون فيها قيادات نشطه. خلي بالك وعايز اقول لكم حاجه، العمل مش هيتم الا يا شيخ بطرس الا كمل معايا الا اذا كلنا اشتغلنا مع بعض. وده كان درس النهارده اللي كان بيقوده اخويا اسحاق. ده درس النهارده مهم جدا، وتقريبا قراءات الاسبوع الصلاه متمشيه تماما مع الربع ده يا شباب. تمام، يعني اللي جروه متابعينه هنجد نفس الدروس، نفس الثبوت اللي احنا بندرسها هي موجوده في القراءات دي اللي بنسمعها في اسبوع الصلاه. والصلاه دي زي ما وضح جناب القسيس انور دلوقتي، اظن ما فيش حد معاش موبايل. ها؟ في حد معاش موبايل هنا؟ كله معانا. ولما ينسى الموبايل يا ده انا نسيت حاجه مهمه، مش كده؟ ايه رايكم؟ لكن في موبايل سماوي بننسى. ايه هو الموبايل السماوي؟ شكرا، انا والشيخ عادل متفقين. الموبايل السماوي ده اهم من الموبايل الارضي. ها؟ امين. عمره ما الشبكه بتاعته بتاعه. يمكن الموبايل ده شيخ بطرس الشبكه ساقطه والرصيد خلص، لكن الرصيد موبايل السماء عمره ما يخلص. ايه رايكم؟ ها؟ انا صوته عالي كده، كله سامع الحمد لله. القراءه السابقه كان بيتكلم عن كنيسه، هي اسم مدينة، لكن هي حسب الروح هي ترمز إلى حقبة من الزمن. أي حقبة ترمز إليها كنيسة لادوكية؟ أي حقبة؟ ها؟ فين وقتنا الحاضر؟ وقتنا الحاضر لنا كنيسة لادوكية إحنا. قول أنا. مين يخلي معترض معايا في الموضوع ده؟ ها؟ يا ريت يا شيخ بطرس. ها؟ انت بتقرا وانا عارف الرب مستخدمك. ها؟ كنيسة لادوكية هي فعلا كانت اسم بلد
لكن هي الرمز الروحي ليها هم سبع كنائس. احنا اخر كنيسة. احنا اخر كنيسة. ولذلك يمكن الشيخ بطرس نوه في الدرس لما بيقول مفيش حاجة فرصة تانية عشان نهمل ارشادات الروح القدس. مفيش وقت. مين عنده قدرة ويقول انا هعيش لسنة 2018؟ مين عنده قدرة؟ ها؟ مين عنده قدرة ان هو يقول له انا عايش بكرة؟ اجرب المسافة. ليه؟ عارفين ليه؟ ها؟ ليه؟ مش فادنا. تاني وايه تاني؟ ايه تاني؟ ايه تاني يا اخويا عطية؟ انا مش هسيبك برضه. انت القراءة خلي بالك زي شبيهة للدرس شوية، مش هطول يعني. ليه؟ الانسان ما عندوش قدرة يستنى ساعة أو بكرة أو يوم أو سنة. سليم. طمع. ايه تاني يا شيخ بطرس؟ ما نقدرش نزيد على قامتنا ولا شبر ولا أي حاجة. حلو. ما نعرفش وقت المجيء امتى. الوضع الحالي اللي احنا عايشين فيه. الوضع الحالي اللي عايش اللي انتشرت فيه الخطية. ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيحصل؟ ده لسه قابضين على واحدة داخلة فيها 7 دنانير. ها؟ سمعت عرفتوا البتاع ده؟ مين فتح النت وشاف الحالة دي؟ ها؟ بقول قابضين على واحدة داخلة المترو وكشفها الجهاز ان عندها متفجرات. شو ازاي؟ ولذلك انا بقول ايه؟ احنا كلنا بنركب المترو. مين منكم ما بيركبش المترو؟ ها؟ من اي محطة؟ اي بمعنى عايز اقول حاجة. الرب منجي صح؟ ايوه نعم. لكن الروح القدس بيقول لي بقول لكم انت مش ضامن بكره يا اسف. ولذلك من الاسئله الصعبه المهمه التي تواجه الكنيسه اليوم هو التالي للقراءه. كيف يمكننا ان ننتقل من حاله عدم العلاج الى حاله العلاج؟ ننتقل من حاله العلاج الى من عدم حاله العلاج الى العلاج. ونجد الإجابة في رسالة الله للكنيسة اللاذقية. يقول يسوع إنه إيه؟ إيه؟ الروح القدس اللي كان بيدرس عنه الناس. في إنجيل متى صح 28 آخر آية يقول لك إيه؟ لا تخافوا أنا معكم. هو معانا ولا مش معانا؟ نعم. أنا دايما الكلمة دي بركز عليها مع إخواتي في أي موقع يطلب مني أنا الحكاية. ساعات إحنا بنكذب يسوع. ومش بكذب يسوع، بكذب مين بقى يا خسحاء؟ خلي بالك. الرب يسوع أنا معاكم في نفس الوقت بلجأ لواحد تاني. حسب العالم. وكأن يسوع بقول له أو بقول له روح القدس آسف أنا مش عايز أشوف جاد الحد يعني. أنا واقف على الباب وأريد أن يدخل في حياتي. يسوع عايز. يسوع عايز. راح للمريض وقال له إيه؟ أتريد؟ ده واحد عيان يا أخي جنس وليه 38 سنة. ده سؤال يسوع. لكن ايه اللي هنا؟ ايه المطلب؟ ايه المطلب يا اخي عماد؟ ما تفرحش طيب تعال. ها؟ ايه المطلب هنا؟ عايز يشوف الرب يسوع فينا، لينا اراده نتحد معاه ولا لا؟ يا جماعه حدد مصيرك النهارده. ده الصلاه. ده الصلاه اللي هو تحدث بيه نفسك، انت جعان ليسوع ولا مش عايز؟ مش عايز. في جوع روحي لازم يكون في اشتياق في رغبه.
أنا إذا واقف على الباب وأقرأ، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وإيه؟ تذكر كرجل غني مش محتاج حاجة، مبسوط مبسوط ها؟ عنده كل حاجة، لكن يقول لك إيه؟ طلبة يعني أنا عايزين يا يسوع يا عمي طلب ان يرى ايه يا مصمم يسوع؟ انت طالب مين النهارده؟ طالب مين؟ وبعدين في مشكله، ايه المشكله اللي كانت عندي اختنا؟ قصير لا ما تخافش انت ها؟ معلش انا اسلوب مرح بس زمايل ده اعز صديق لي يا وقت ده قبل يا سيدي مشكلة يا سيدي مشكلة؟ لا فيها حل. حل لك ايه؟ ده انت المأمور الضرائب، ده انت وكيل وزارة، ده انت الناس بتخافك، هات الشعبط على الترابيط على الشجره يا زكا. مش مهم، بس انا عايز اشوفه. لكن احنا عندنا كنايس فيها كنايس مفروشه والحمد لله كنايس مكمله، للاسف الشديد للاسف يسوع موجود. نعم انا قلت قبل كده واللي سمعني كتير والعمر بيمد فيا الشيخ حط سامعني بقول كل كرسي فاضي عليه ملان. عارفين ليه؟ ليه بقول كده؟ وانا بقوله بايمان. ليه يا شيخ بطرس؟ لان يسوع ايه؟ واحد قال لي في مره طب افرض انا عايز اقعد، قال لي قلت له بس تعالى والملاك هيجوب وهيقعدك. وانا اطلب من الاب يسوع بيقول كده النهارده بيقول لي بقول وانا اطلب من الاب فيعطيكم معزيا اخر يمكث معكم الى الابد. يعني ايه الى الابد؟ من كل حياتي. انا سمعت هنا ملحوظه سمعتها مش عارف انا بقول بقول ما فيها نسمه حياه الروح القدس بيخبط على بابها. هو موجود هنا وهيكون معانا في الابديه. مظبوط مظبوط. الى ايه؟ الى الابد. روح الحق، روح الحق الذي لا يستطيع العالم ان يقبله. ليه؟ ليه ما العالم مش ما يقبلوش ليه؟ نعم يا عماد؟ عشان ما يحبوش الحق. ما يحبوش الحق ومش عارفين. لان العالم ملك الشيطان. لاني لا يراه ولا يعرفه. لكن مين اللي بيعرفه؟ كلام ليك يا معلش في الناس اللي يقول لك كلام ليك يا جارة. الناس اللي هي بيوتها كتب مقدسة. الناس اللي هي كتب في البطاقة بتاعتها مسيحي. الناس اللي بتسمع الكتاب المقدس بيقول أنا ما أعرفش أقرأ، لكن دلوقتي في آلات وفي موبايلات وفي جهاز ها؟ وفي قراءة كتاب مقدس مسموع يا أسيس. يعني ايه؟ الرب يقول لك ايه؟ انت من اكمل؟ واما انتم، شوفوا اشاره ايه؟ اشاره موجهه. واما انتم فتعرفون انه ماكث معكم ويكون فيكم لا اترككم يتامى. ايه ده؟ لا اترككم ايه؟ كلمه ايه يتامى؟ بلا عائد. ها؟ بلا عائد. عايز اقول حاجه، معايا ابن سامح. ابن سامح موجود هنا، طلبت انه يجي الكنيسه. بس اطلب منكم النهارده كل واحد يحب يسوع يصلي من ابن سامح. تعالى حبيبي معايا الكنيسه. انا عارف الكنيسه
سمح يعني الشيطان كبر الجريمة في مصر شوية. هو خلص من مدرسة جبل الأصفر فاهم كويس وكنسي سمر عارف موضوعه، لكن وأبوه عايش أمه صح ماتت وأبوه عايش، لكن حسيت إنه هو زي اليتيم. عارفين ليه؟ عارفين ليه؟ أبدا. أنا بعتذر من إني لذلك أنا بطلب بروح المحبة صفوف صلاتي، وأنا لما أروح دلوقتي هو موجود معايا في مصر، أروح أقول الكنيسة صلاة من المحبة. لا يترككم يتامى إني آتي إليكم. هنا نرى أن يسوع يخبر التلاميذ من خلال هذه الآيات بأنه سيأتي إليهم عندما يأتي الروح القدس ليسكن فيه. الروح القدس يسوع تم مموريته وقعد يلاحظهم كل مدة كم يوم بعد ما تم القبر يا مصاميه؟ 40 يوم. ولكن ما زالوا هم شايفهم إيه؟ بيسألوا أسئلة مش فاهمين. مش فاهمين، بيسألوه أسئلة مش هي، لكن قال لهم إيه؟ طيب كان روح حلو يسوع ما توبخش، حنين دايما، حنين دايما، ليس بقليل الحلة. أنا هبعت لكم القوة إلى تديكم كل اللي أنت عاوزينه. قعدوا كم يوم بعد الأربعين، بعد الأربعين صعود، يوم الأربعين صعد يسوع، بعد كم يوم الرب أعطاهم القوة شيخ عدلي؟ 10 أيام. مسافة صغيرة. في 50. طيب خلي بالكم، مسافة صغيرة، حلت عليهم إيه؟ وإحنا لينا 10 أيام. عمرنا المجمع العام او الاتحاد بتاعنا خصص لينا 10 أيام صلاة. فاضلهم كم يوم يا شيخ؟ يومين غير النهارده. ايه رايكم؟ روح القدس هيحل؟ هيحل ولا لسه زعلان من حد؟ ده السؤال. بقول لنفسي بقول لكل واحد، ما الذي ستفعله مع معمودية الروح القدس؟ احنا كلنا اتعمدنا، مين ما اتعمدش هنا؟ في حد ما اتعمدش هنا قدام؟ كلنا اتعمدنا ورفعنا ايدينا وقلنا امين على التعهدات، لكن عايز الرب هنا نقول امين لحاجه ثانيه. خلي بالكم المعموديه كويسه، وبعلن الاسم قدام الناس باني قبلتك يسوع ان تقوى خطيئتي وعشني. في حاجه تانية لك صالح، ان اقبل ايه يا عم عطيه؟ اقبل معموديه ايه؟ طيب المعموديه بتعمل ايه يا شيخ محمد؟ بتاعت الروح القدس بالذات بتغير. ها؟ بتغير طبيعي. واحد وصل يقول لك ايه؟ طبيعتنا كده في البلد ما نقدرش نغير، ده عادات العالم. امال انت وضعك ايه؟ الروح القدس بيشيل الطبيعه دي خالص. قال نيقوديموس، قال له ايه؟ ماذا افعل؟ نيقوديموس كان ايه وظيفته؟ تمام. كان وظيفته ايه نيقوديموس؟ كبير المعلمين، مش كبير يعني بيخرج جثث، ها؟ بيخرج جثث. كهل. لكن حس في فجأة ان هو ايه؟ تائه. ماذا افعل؟ واستقابل مع رب المجد. قال له ايه؟ يا مصابين ها؟ نازل تتولد. مين مش عايز يروح السماء؟ اللي مش عايز يروح السماء يرفع ايده. مش حد مش كده؟ طب مين عايز يروح السماء؟ يبقى طول ما انت عايز تروح السماء لازم تقبل ايه؟ الروح
بس باختصار القضية منتهية. عايز تروح السماء سيب نفسك بين روح القدس، بايدين روح القدس. سمعت النهارده بقول لك ايه؟ كائن، كائن وليس قوة. يعني ايه يا حس حاج تدرس الدرس؟ يعني ايه كائن؟ حي. يعني بيحس بيك، بيشعر بيك، هيدفعك، هيشيلك. عمل ايه مع استفانوس او اللي هو كرز القس الحبشي؟ ها؟ فيلبس. انا اسف، فيلبس حمله خطر. شوف شوف، يبقى اذا ايه؟ الروح القدس كائن ليه عمل، ليه عمل عظيم. بولس بيوجه بيقول روح البلد دي وما تروحش البلد دي. سيب نفسك، سيب نفسك زي ما انت يكون عندك طفل، زي ما يكون عندك طفل والطفل ده صغير، زي ما تقول له عايز يمشي مش كده؟ انت سيب، خلي نفسك طفل النهارده مع روح القدس يا جماعه. خلي نفسك مع روح القدس. انا هعمل لكم اختبار بسيط. يوم الاثنين اللي فات احنا لينا اجتماعات في مدينه ضحى في جمعيه خيريه هناك، وبنروح لها دايما يوم الاثنين. وصلوا كده ربنا يبعد فعل عشان ما نبقاش كده يوم الاثنين بس. ها؟ كانش معايا الاسيس ياسا ومعايا هنا في سؤال، احنا بالعاده بنروح انا هو نعمل نشاط. فكان هو عنده اسبوع الصلاه هناك في الزور، فقال لي معلش رسمي، قلت له حاضر. رحت انا بصراحه، وفي مجموعه هناك بنروحها وبيوت مفتوحه. بصراحه البيوت اللي بروحها رحتها مره واثنين وثلاثه مش حد بيجي. رحت زياره واحده كده ضايقت كده انا، لكن كنا تعرفنا على بعض. كام بيت كده جبال الجمعيه، ناس يعني مش اعضاء خالص. وبعدين صليت في الجمعيه كده، قلت يا رب انت بعتني هنا، جيت من جرجة علشان اعمل اجتماع، انت تشوف القلوب اللي محتاجه وتبعتها. ما اعرفش انا مين هم، ما اعرف انا مش قادر ازور او مش قادر اخش البيوت دي. قلت انا زنجره كده وبتاع. المهم قعدت كده بعمل اجتماع الساعه 5، انا بقى بروح من الصبح لغايه اخر النهار، امشي بالليل الساعه 7. الساعة 5 بالظبط راح طبيعي، يمكن السيسة الوحيدة، السيسة بتاع ده فاضية ما فيهاش حاجة. لكن احنا بدأنا الاجتماع ده، احنا لو عدينا نفسنا هنا هنلقوا 17 واحد كنيسة. ها؟ لكن دي جمعية. كانوا كنا 10 انفار في يوم الاثنين ده. كنا 10 انفار، 10 أشخاص اللي اجتمعوا كانوا يوم الاثنين ده. ما رحت لهمش انا. انا سمعت الاختبار ده اساسا. اساسا انا بحب اللي سمعت الاختبار ده. رحت انت عارف وفاضيه ما فيهاش عقول. ها؟ فاللي هي بلد الاخ جورج اللي شفتوه هنا. لا معاك. ماشي؟ وبعدين ما كانش معايا الاساس ياسر. انا زرت زيارات ضعيفه كده وفي بعض الناس حبايبنا انت عارفهم يعني. وبعدين انا يعني كده سؤال ذات نفسي ان ما زرتهمش تاني، يعني زرت الزياره ازاي بقى؟ رحت الجميع وقعدت وصليت يا رب انا معلش انا سامحني انا مقصر ولا، لكن انت ترى القلوب المحتاجه. وكانت معاد الاجتماع الساعه كام؟ الساعه 5. الساعه 5 كانوا 9 كبار، كنا 10 كبار، انا بيهم يعني. كنا الناس والناس غريبه جدا. شوفوا الروح القدس بيعمل ايه؟ لقد عرفت ألين هوايت اهميه الانتعاش الروحي وحاجه الكنيسه الماسه اليه عندما كتبت ان احياء التقوى الحقيقيه بيننا هي الحاجه الاعظم والاكثر الحاحيه بين حاجتنا الاخرى جميعا، والسعي وراء هذا الهدف ينبغي ان يكون عملنا الاول والاهم هو طلب الروح القدس. كما فهمت ايضا العلاقه بين قبول معموديه الروح القدس والانتعاش الروح، وان معموديه الروح القدس كما حدث يوم الخمسين ستؤدي الى انتعاش الديانه الحقه والقيام بالكثير من الاعمال الرائعه. خلي بالكم، فاكرين لما الناس ابتدت تهتف ليسوع ودخل اورشليم، فالكهنه قالوا لهم ما تقول لهم بس اسكت بقى يا شيخ. بس يسوع قال لهم ايه؟
لو سكتوا هيحصل ايه؟ يعني حجاره. هو الحجاره هي مصر. يعني الرب يسوع ليه قيادات هتعمل انت مش متوقعها تيجي الكنيسه. وهتبقى في الكنيسه وهتسبقني اذا كنت هنام. ما اعرفش. لان معموديه الروح القدس ستمد المؤمن في كنيسه لادوكيه بالقوه اللازمه ليكون في حاله انتعاش روحي وبالقوه الضروريه للشهاده ايضا. لقد عرف يسوع بلا شك ما الذي كان سيحدث عندما ينسكب الروح القدس في قوه المطر المبكر يوم الخمسين ويقول هذا الخصوص: جئت لألقي نارا على الارض فماذا اريد لو اضطرمت؟ يعني النار النار هتعمل ايه؟ الستات بالذات لابسين ذهب، ها؟ لما تكون الذهبات وسخت مجموعه صاير كده عارفينه ولا شكل الطفل الذهبات دول عشان ينضفوا بيعمل لهم ايه؟ يدخلهم فين؟ ها؟ ايه الموضوع كده يا شباب؟ قوة نار شديدة وكل ما يسخن الذهب كل ما يعمل ايه يا مش عارف ايه؟ يلمع يلمع. لدرجة مرة كان درس من الدروس قال لك لو بصيت تشوف وشك بالظبط، لو بصيت في الذهبية اللي هو انت لما تقبل الروح القدس هترى يسوع. على أية نار كان يسوع يتكلم؟ نار الروح القدس. أجاب يوحنا الجميع قائلا: أنا أعمدكم بماء، ولكن يأتي من هو أقوى مني الذي لست أهلا أن أحل سيوح حذاءه، هو سيعمدكم بالروح القدس ونار. كيف يمكن للمؤمن في كنيسة اللوكية أن ينال معمودية الروح القدس ويختبر انتعاش الروحي بنفس الطريقة التي كما حدث مع المؤمنين على مر العصور من خلال المطالبة بوعود الله الروح القدس؟ لقد نالت الكنيسة الأولى معمودية الروح القدس يوم الخمسين كنتيجة لصلاة المؤمنين المتحدين. إذا حلول الروح القدس يجي ازاي؟ ها؟ فاكرين اصحاح 2؟ اللي مش فاكر يقرا اصحاح 2 عمال الرسول يقول لك ايه؟ وكانت الكنيسة من يكمل؟ نفس واحدة. يعني ايه بنفس واحدة؟ متحدين الرأي. يعني صلاة ماما زي صلاة ده زي صلاة ده زي كله متحد بنفس واحدة طلب واحد. طلب واحد. مش واحد عايز فلوس ولا واحد عايز وظيفه ولا عايز عربيه ولا عايز عماره ولا عايز شقه ولا عايز عين ولا عايز لا 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 لا، عايزين الروح القدس عشان يغير حياتنا. وبالتالي حصل ايه يا عم اسحاق؟ حل ولا ما حلش؟ طيب ايه اللي عمل الروح القدس؟ لما حل حصل ايه؟ دول كلهم ما فيش ولا واحد متخرج من الجامعه ولا عنده لغات ولا عنده ترجمه، ايه اللي حصل؟ اعطاهم كم لغه يا اخي جرجس؟ فاكر الكتاب كم لغه؟ 15 لغه. يا ساتر يا بطرس، انت ما تعرفش الالف من كسر الدره زي ما بيقول المثل. ها؟ ويوحنا لغه كلكم جماعه صيادين. يقول الكتاب اخذ يغزى حكماء الدهر. اختار الناس البسطة عشان نتكسف. كفاية. مش نقول انا مهندس، انا دارس كذا، انا عندي شهادات، انا دكتور. طب ايه الفايدة؟ ولذلك الناس اللي قاعدين قالوا مين ده؟ بيتكلموا ازاي؟ ده انا سامعه بيقول اللغة ده في لغات كده كبيرة يعني. ايه ده؟ شوفوا الروح القدس بيعمل ايه؟ عطيت الروح القدس بتعمل ايه؟ انت بتطلب عطيه طلب واحد، لكن بتعمل ايه يا ام صميم؟ يا افيض عليكم البركات. انا واثق في الكنيسه النهارده هيتمجد اسمها. انا واثق اولاد الله الرب هيعمل عمل كبير. انا متفائل جدا يا احبائي. انا مهما كان عددنا صغير لكن انا متفائل ان كنيسه الرب هتنتصر.
أنا عندي أمل بقوة يسوع أن كلمة الرب هتنتشر هتنتشر. أنا كنت راجع في مرة من تحت اختبارات كثيرة يعني على الشارع، وبعدين قعدت في القطر، قطر عادة كان مروح بالليل، واثنين شبان كده قاعدين، واحد اللي متولع يا راجل، ها تاني كل واحد طلع سيجارة، وده مثلا بتاع ده ما عندهاش ولاعة وده كبريت إلا وكده، ما أعرفش كده أنا فعلت كده ما أعرفش، أنا حسيت صوت ربنا يقول لي يا ابني ليه حصل ليه؟ ليه الحكاية؟ ليه ولد ليه كده؟ ليه الخسارة دي؟ ليه أنت بتتهم؟ تهم ربنا؟ ربنا أنت بتخوض ربنا وربنا هيعمل عمل، حتى كده كلمات أنا مش عارف كنت بتكلم إزاي؟ قلت أنت مين اللي صنع؟ ربنا أعطاني، شوف كده ارجع لمرجوعك وأنت طفل، كله عايز يشوفك، شوف الطفل اتولد واللي بتزغرط واللي بتطبل الوجه أعطانا ولد، لكن أنت بالطريقة كده بسهولة تحرق الجسد ده، بسهولة تضيع الجمال ده، ليه انت شكلك حلو؟ أبوك وأمك عاوزينك يا حبيبي، خسارة. العيال كده بصيت صدقوني وأنا بكلمكم بنفس الطريقة في الأرض في الأرض، بصيت لي جيت إنه دلدلت كده، معلش أنا آسف أنا آسف، شكرا لي، قلت له كل ربنا مش لي يا ولد، كل ربنا أنا آسف. عندما تمتلئ بروح الله، صفانوس لما رفضوا صوت الروح القدس اللي حلل عليه قال لهم يا قصات الرقاب، ليه كده؟ ليه العناد؟ لا يا نسمعوا أنا هذا بس، يا قصات الرقاب وفيما هو مجتمع معهم أوصاهم أن لا يبرحوا من شديم، بل ينتظروا موعد الآب الذي سمعتموه مني، لأن يوحنا عمد بالماء وأما أنتم فستعمدون بروح القدس، ليس بعد هذا الأيام بكثير، لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم وتكونون نبيا. مش في القاهرة بس، يمكن كانت هنا تتوزع، وهؤلاء كلهم كانوا يصبون بنفس واحد على الصلاة والطلبة مع النساء ومريم أم يسوع، ها؟ ومريم أم يسوع ومع إخوته، وهذا ما أكدت عليه الأخت لنوي، علينا توقع النهر والانتعاش الروحي فقط كاستجابة للصلاة، كل مؤمن اليوم إلى يحتاج إلى أن يصلي صلاة داوود ألا تعود أنت